في المغرب، وحسب مصادر صحفية، قررت حكومة عبد الإله بن كيران التراجع على مشروع الدعم المباشر للأسر الفقيرة. يبدو أن المشروع الطموح هذايا ما تلقاش الترحيب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية، وذلك لصعوبة تنفيذه على الأرض الواقع. اتنسألوا رئيس الحكومة المغربية على أسباب التراجع هذا. سي بن كيران، صحافة بلادكم تتحدث على تراجع حكومتكم على قرار توزيع المساعدات المالية للفئات المعوزة. شوف الله يرضي عليك السي حسن، تلك صحافة مسخرة للتشويش عليا. والشي هذا موجود ولا مش موجود؟ أنا ما ترجعتش بوحدي السي حسن، إخوان في الأغلبية اللي نبوني قالوا لي صعيب نديروا هادشي على أرض الواقع، وبما أنني إنسان ديمقراطي ما يمكنش لي نسخر لهم خاطرهم. ممكن يا سي بن كيران أن حلفائكم يتصوروا أن محاولة التوزيع هي مناورة انتخابية لحزبكم؟ أنا لا تهمني المناصب السي حسن، اللي بغى يصوت عليا مرحبا، واللي ما بغاش يدبر المخو. توبيناتنا سي بن كيران، عندكم شي أغلبية حقيقية؟ أنا براسي ما عرفتش السي حسن، غادي نسول العلبة السوداء ديالي السي عبد الله بها ونقول ليه فهمتيني ولا لا.